مرحبا بك في كورس تعليمي بسيط عن الفرونت اند ديفلوبر. كل احنا درسنا ال HTML و CSS و JavaScript اللي تعتبر اللغات والتقنيات الاساسيه من خلالها نستطيع تصميم صفحه الانترنت كفرونت اند، ولكن انه هذه كل هالامور تجتمع مع بعضها حتى تنتج لك صفحه معينه، يمكن انه انت درستهن وتركتهن انتقلت الى جزئيه اخرى. فاحنا خلال هذا الكورس راح نبدي نعمل صفحه معينه، هاي الصفحه اللي انت تلاحظها الان امامك، هذا المثال اللي هو راح يكون عمل الكورس الخاص فيه. نلاحظ انه هو احنا صممنا نافبار، صممنا سلايدر، صممنا هنا عمليه عرض البوستات المعنيه، هنا عندك سايد بار يعرض لك كاتيجوري معلومات الاتصال، هنا لعرض الاعلانات على سبيل المثال الخاصه في الموقع. تنزل الأسفل راح تجد عندك الفوتر مقسم إلى جريدات، هنا عندك الأباوت كونتات وهكذا. إذن وأيضا بنفس الوقت راح تجد أنه تصميم متجاوب، فمثلا على سبيل المثال لما تجي تزغر بهذا الشكل راح تجد أنه تصميم متجاوب إلى الشاشات، وهذا الشيء ضروري جدا أن يكون في كل صفحة انترنت أنه أنت تعملها. لابد أنه يكون عندك التصميم الخاص فيك متجاوب، مثلا لما يكون عندك بهذا الشكل أبدي أعرض لك، أيضا راح نتعلم كيفية تصميم دروب داون. هذه كل الأمور راح نتعلم العمل عليها من خلال كلاسات توفرها لنا البوستريب على سبيل المثال، راح نبدي نجملها اكثر باستخدام السي اس اس. اوكي، ليتس ستارت.